منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، يعني هذه الموجة إمتى هتنتهي؟ اهلا بيكي يا استاذه لميس، واهلا بكل الساده المشاهدين. احنا بالفعل على مدار الاسبوع الماضي كله كان في موجه شديده في الحراره بتاثر على معظم محافظات الجمهوريه، ويمكن كمان احنا حظنا ان ذروه الموجه دي الخميس والجمعه، سجلنا قيم درجات حراره مرتفعه بشكل كبير. العظمى على القاهره الكبرى بالامس كانت 42 درجه مئويه، محافظات الصعيد تجاوزت 49 درجه مئويه في محافظه اسوان، فارتفاعات ملحوظه بسبب الكتل الهوائيه الصحراويه شديده الحراره اللي اثرت علينا. اليوم حصل انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل من 3 ل 4 درجات، وسجلت العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه، وده طبعا قيم درجات الحراره المنخفضه في الظل. محافظات الصعيد ايضا سجلت قيم درجات حراره وصلت ل 47 عظمى على القاهره الكبرى. بكره الاحد والاثنين انخفاض اخر في قيم درجات الحراره بمعدل من 3 الى 5 درجات في معظم محافظات الجمهوريه. هنرجع للمعدلات الطبيعيه المعتاده في الوقت ده من السنه، وعظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 35 الى 36 درجه مئويه. امتى؟ ده طبعا امتى؟ الحد والاثنين، يعني بكره وبعده هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره في معظم المحافظات، وعظمى على القاهره الكبرى هتكون 35 الى 36 درجه مئويه. محافظات الصعيد اللي بتسجل قيم درجات حراره مرتفعه هتكون ما بين 42 و44 درجه ففي مئويه. بكره وبعده تراجع، وبعد كده هل في ارتفاع تاني؟ بالفعل من يوم الثلاث نبدا موجه اخرى من موجات ارتفاع قيم درجات الحراره، تبدا بشكل تدريجي من يوم الثلاث، توصل عظمى على القاهره الكبرى تكون 38 درجه مئويه. نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله عظمى على القاهرة الكبرى توصل ل40 إلى 41 درجة مئوية. والصعيد هنوصل لكام في الموجة الثانية؟ محافظات الصعيد تتجاوز ال 46 درجة مئوية باختلاف المدن طبعا أو المحافظات، في بعض المحافظات ممكن توصل لل 47 درجة مئوية، وخاصة اللي بتبقى في جنوب الصعيد زي الأقصر وأسوان. إلى الآن المؤشرات بتقول إن الموجة الجديدة دي هتكمل معانا لنهاية هذا الأسبوع، بداية الأسبوع اللي جاي اللي هي فترة العيد.